عامه بايه من الحكومه في السنه الجديده، ولا انا عايزهم يبصوا للشباب شويه، يركزوا مع الشباب شويه، مش يقتلوهم يعني، يركزوا معاهم. التركيز بيبقى نوعين، ممكن يركزوا معاهم في اللي هو ايه الخدمات والكلام ده، وبعدين يوفروا لهم شغل. بتمنى في 2015 ان الدنيا تروق ويبقى في استقرار والناس تحب بعض ونتغير الاحسن. حاسه انها هتبقى بطيئه شويه في يعني الحاجات اللي هتحصل فيها، بس حاسه ان ممكن يكون فيها يعني شويه حاجات كويسه اكتر شويه هوب يعني، وان الاداره بتاعت البلد الجديده يحصل فيها حاجات جديده وتصلح شويه حاجات من اللي وعدونا بيها وكده. نفس البلد تستقر، يبقى في امان، ايه اكتر حاجه بس نحس بالمعيشه ونحس ان احنا بنادمين على الحياه. نفسي نعيش زي الاول يعني، في امان واستقرار، بس انه يحسوا بالفقير، يحسوا باللي هو مش شغال، يحسوا اللي هو مرتبه ضعيف، يحسوا بالفئه الضعيفه خالص. ممكن نشوف مصر من غير فساد؟ لو الناس غيرت ما بانفسها. لا مش عايز حاجه، انا عايز الناس بس تصلح حالها. ما كنتش لازم تبدا بالصغير قبل الكبير. ازاي نعمل ده؟ ازاي تعمل ده؟ لو الكبير شد على اللي تحت منه كله هيشد على اللي تحت منه، فالحياه هتمشي. 2015 لسه داخل علينا بخير. اتمنى فيها ايه؟ بتمنى فيها الخير والسعاده والانتصار بالبلد والحب للناس بس لا اكتر ولا اقل. نفسي الحكومه تعمل، واخد بالك، تظبط الناس. لو ان مصر معلش محدش يعرف يظبطها، اللي ماشي شمال ماشي شمال واللي ماشي ماشي يمين، واخد بالك، والدنيا كده. العيل الوقت بتكلمه بيجي له ادب على الراجل اللي عنده 60 سنه. ان شاء الله على دين الراجل اللي ماسك جديد. هنشوفها ازاي؟ ان شاء الله هنشوف على دين الراجل الجديد اللي ماسك ده فيما بعد، بس عاوزين صبر، مش عايزين هي خلاص هنخطفها كده. بتمنى ان اول حاجه طبعا ان مصر تبقى بخير وتبقى كويسه واحسن من اي سنه فاتت، وبتمنى ان انا كمان ابقى سعيده فيها اكتر من السنه اللي فاتت. نيتي كده ان شاء الله ان البلد كده تقوم على حيلها زي الاول، ونرجع بقى لايام زمان، الامن والامان. ان شاء الله يعني تبقى كويسه، والرئيس يشتغل بجد وكاد وكده ويبقى احسن من 2014. يعني نفسك ايه اللي يحصل في 2015 ما حصلش في 2014؟ مثلا يقللوا المناهج، يسهلوها، ومثلا يخلوا الرئيس يهتم بالدراسه والتعليم وبالمدارس وكده يعني. اكتر حاجه بطلبها من الحكومه ان هي تشغل الشباب، ان شاء الله يعني قناه السويس الجديده دي تفتح مشروعات، مجال مشروعات كبير يعني، مشروعات كبيره. اقول له اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.